مع حضراتكم عن الخطابات اللي تم ارسالها مؤخرا في نفس السياق اللي كنا بنتكلم فيه. برضو النادي الاهلي ارسل خطاب لاتحاد الكره برئاسه الاستاذ احمد مجاهد بيطلب فيه دعم الاتحاد لحضور الجماهير الحمراء لمواجهه الترجي، واشار النادي الاهلي في هذا الخطاب الى ان اداره النادي تؤكد على رغبتها في التعاون مع كافه الجهات المعنيه بهذا الامر، خصوصا وان فريق النادي الاهلي بينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحله المهمه للغايه من مشوار دوري الابطال باعتباره طبعا ممثلا للكره المصريه بشكل عام مره ثانيه وثالثه ورابعه، ومن هنا لغايه بكره ان شاء الله او لغايه يوم السبت. كل التوفيق لفريقنا باذن الرحمن. كل التوفيق مره